أسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة المنترة. صباح الخير على الجميع ومرحبا بكل المتابعين اللي تحكوا بنا في هذا الصباح. صباح الخير وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله، ويوم 19 في رمضان الله يكمل علينا الأيام الباقية يا ربي بالخير وبالصحة والسلامة وكل ما كنتمناو يا ربي. إن شاء الله يدوز هذه الأيام كل ما كنتمناو يا ربي. بقات 11 يوم في رمضان الله يكملها بالخير. إذن كيفما كنشاهدوا معنا متابعين أفاضل، هدوء تام في شوارع مدينة المنترة، فقط السيارات اللي غاديين، أجواء جو معتدل في مدينة المنترة. كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الأفاضل، كيف الأجواء عندكم؟ شاركوا معنا في تعليقاتكم. إذن متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف في قناة الشعب، كيفما كتلاحظوا معنا الأجواء في مدينة المنترة في شوارع مدينة المنترة في هذا الصباح. هذا اليوم إثنين بداية الأسبوع، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كنتمنى يا ربي يحقق لكم. كيفما كتلاحظوا معنا هدوء تام بشوارع المدينة. كنتمنى لكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. إذن متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف في قناة الشعب، إذا كيفما كتلاحظو معنا الأجواء مدينة المنترة في هذا الصباح مع هذه الجولة الصباحية بمدينة المنترة وبالشوارع مدينة المنترة. فصباح الخير كل من التحق بينا. كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الأفاضل.
متابعين الافراد كيف ما كتلاحظوا معنا. شوارع مدينة مكرة، احنا الان بالشارع الرئيسي اللي هو شارع محمد الخامس والمؤدي للطريق الوطني رقم 1. دائما معكم على البث المباشر من شوارع مدينة مكرة عاصمة الغرب. صباح النور استاذ عبد الحليم، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا في هذا الصباح. صباح الخير عليكم و رمضان كريم، وان شاء الله يا ربي هاد الايام اللي باقا في هذا رمضان ان شاء الله تعود عليكم بالخير وبالصحه والسلامه وكل ما كتسناو يا ربي يحقو لكم. مرحبا بالنادي الوزان، إذن دائما معكم على البث المباشر متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب في هذه الجولة الصباحية بشوارع مدينة القنيطرة. صباح النور سي عبدو، مرحبا بك معنا. سعد واحد مرحبا ألف مرحبا، ومرحبا بكل المتابعين. إذن كيفما تابعتم معنا هذه هي الشوارع مدينة القنيطرة في هذا الصباح في بداية أسبوع. ما بقي إلا نقول لكم شكرا لكم على المتابعة، وإلقاء دمتم في رعاية الله وحفظه. رمضان كريم، وإن شاء الله يا ربي في هذه الأيام الباقية يا ربي دوز علينا بالخير وبالصحة وبالهنا وكل ما كنتمناو يا ربي يحققوا لنا. شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى لكم أنكم تبارطاجوا فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء.